اهلا وسهلا بيكم يا جماعه، معاكم كريم اشرف، والنهارده هنتكلم عن شويه حاجات نعملها عشان نعرف نطلع صور احسن بالموبايل. يلا بينا. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الموضوع بشكل عام وليه المفروض نطلع موبايلاتنا ونبتدي نصور بيها. اللي ما شافش الفيديو يبتدي يشوفه، ان هو يضغط اللينك فوق هتلاقيه مرمي في اي حته. الفيديو بقى ده هنبتدي نتكلم عن شوية حاجات لو عملناها هنطلع نتائج أفضل وأفضل. طيب أول حاجة عندنا هي اللايت أو الضوء. طيب لايتنج يا جماعة، لايتنج سكي، ده أهم حاجة، ده المفتاح. الصورة أصلا معمولة من ضوء، فأنا لو جيت صورت في وقت الإضاءة بتاعتي مش حلوة فيه الصورة مش تبقى حلوة خلاص. ده معناه إيه؟ إن أنا ما بجيش أصور بالليل يا جماعة، ما بجيش أنزل بالليل وأقول إيه ده، هي ليه الصور مهزوزة، ليه الصور فيها نويز وكل الكلام ده، وإيه ده أنا مش هصور تاني بالموبايل ده، الكاميرا بتاعته مش حلو. الكلام ده مينفعش. أصور في وقت فيه ضوء كفاية، يعني أطلع في النهار كل بساطة في شمس أقوم جاي طالع مصور فيها. لو الجو فيه غيوم كلاودي أو كده هيبقى الموضوع أفضل وأفضل، عشان الضوء هيبقى ديفيوزد أو بمعنى يعني مفهوش الهارش شادوز اللي بتعملها الشمس. حاجة تانية، نبتدي نصور في الجولدن أور، يعني نشوف أي وقت فيه غروب وننزل نصور فيه. الغروب دوت والجولدن اور بتطلع بجد اكتر ضوء بليزنج للعين وبيبقى مريح جدا. فنمره واحد عندنا ان احنا نصور في وقت الاضاءه فيه كويسه جدا. نمره اتنين، الكومبوزيشن او التكوين. التكوين مع الضوء بينتج عنه صوره محترمه، يعني هي الصوره بتبقى معموله من ضوء وتكوين وشويه حاجات بقى فوق بعضهم كده. انا لو جيت الصوره بتاعتي التكوين بتاعها مليان او التكوين بتاعها معمول بطريقه كويسه مظبوط حلو كده، ده هينتج عنه صوره محترمه جدا او صوره مظبوطه، صوره صحيحه. طيب التكوين كموضوع موضوع كبير جدا، انا مش هينفع اتكلم فيه دلوقتي، ممكن نعمله حاجه منفصله، بس انا هكلمكم في حاجات بسيطه فيه. يعني لو انا مثلا مثال بسيط، ماشي على البحر وشفت غروب عظيم جدا، اول حاجه احنا كبني ادمين بنطلع الموبايل بنصور الغروب ده. طيب تاني يوم جيت شفت غروب عظيم برضو، طلعت الموبايل صورت الغروب ده. لو انت جيت وريتني الصورتين انا هفتكر ان ممكن الصورتين في نفس اليوم، لو يعني شكل السحاب شبه بعض شويه. قصدي اقول ايه؟ ان لو انا جيت صورت صوره عباره عن بحر وشمس وانتهينا على كده مفيش تكوين، الصور هتبقى ممله. انا بعمل دوكيومنت للحاله، يعني بوثق الحاله، انما مفيش صوره فنيه فوتوغرافيه. انا لازم اخد بالي بقى من التكوين بتاعي، في حاجه اسمها فور جراوند اخد بالي منها لو انا بصور مثلا صوره للغروب، فانا اهتم بالفور جراوند ويبقى فيه باك جراوند وفور جراوند كده هيبقى فيه عمق للصوره، فده بيزود القوه بتاعتها. حاجه زي كده مثلا، انتوا لو شفتوا ان انا اخترت ان انا احط فور جراوند واهتم بيها تمام كده مع شكل اصلا منظر عظيم جدا، ادى ان نوعا ما الصوره كلها مقبوله او مش ممله، فيها حاجه جديده. عموما التكوين ليه اكتر من اكزامبل هبقى اتكلم عليهم بعدين، بس ما تخليش الصور بتاعتك ممله او فاضيه، اهتم بالتكوين اكتر وده هينتج عنه صوره محترمه جدا. نمره 3 عندنا الجريد لاينز. الجريد لاين ده اوبشن كده في الموبايل ممكن تولعه وتطفيه، اول ما بنولعه بيطلع لي خطوط كده على الشاشه. ايه الحوار بقى ده؟ ايه الخطوط دي؟ هي بيبقى بالظبط خطين بالطول خطين بالعرض. طيب ده هيفتح معايا في موضوع كده اسمه الرول اوف ثيرد او التلت والتلتين، وده قاعده فوتوغرافيه كبيره جدا واساسيه كلنا بنستخدمها، بس انا مش هخش فيها عشان ديت موضوع كبير تاني ممكن نفصله برده. هتكلم عن الموضوع بكل بساطه. الخطوط اللي بتطلع لي على الشاشه ديت تمام كده لما بيتعاملوا بيتقابلوا في نقط، بيتقابلوا في اربع نقط. الانترسكشن بوينت ديت تمام كده بيقولوا ان علميا لما انت بتيجي تتفرج على اي صوره تمام كده عينيك بتنزل على النقط ديت في الصوره، يعني انت اي صوره طبيعيه بتشوفها اول حاجه عينيك بتنزل عليها علميا النقط ديت، او ان المناطق ديت في الصوره بتبقى اكتر حتت بليزنج للعين او مريحه للعين، او العين بتستلطف ان هي تشوفها على طول. طيب ده يفيدني ايه بقى فوتوغرافيا؟ ان انا ايا كان الاوبجكت اللي بصوره او البطل بتاعي في الصوره او الهدف او الحاجه اللي انا عايز لما المشاهد يجي يتفرج عليها يشوفها اول حاجه، احطها في الانترسكشن بوينت ديت. انا عندي بقى الموبايل بتاعه تمام كده، عملت انيبل الاوبشن وادي الجريد لاين موجود قدامي على الشاشه. اول ما بنجيب البطل بتاعنا واحنا عايزين نصور صوره تمام كده، يعني يوجولي بنجيب البطل بتاعنا ونوقفه في النص. انا هعمل اكزامبل دلوقتي على اكتر شيء عزيز لقلبي يعني، وهو البخاخه بتاعتي تمام. بنيجي نوقف هنا، بنيجي نوقف هنا تمام كده، وبعد ما نوقف هنا من جاي واخدين الصوره بكل بساطه يعني. بس احنا دلوقتي بقى ما اتعلمنا القانون الجديد، فاحنا هنحاول نحط البطل بتاعنا في الانترسكتنج بوينت ديت. فين بقى؟ لو احنا ممكن نيجي نحطه هنا اهو تمام كده، وناخد الصوره بتاعنا نعمل فوكس، وناخد الصوره بتاعتنا تمام،
او ممكن نحطه في الانترسكتنج بوينتس اللي هناك، تمام كده، ونعمل فوكس وناخد الصوره بتاعتنا كده. الموضوع بيبقى بليزنج اكتر كده، بتسيب انت مساحه قدام الاوبجكت بتاعتك. لو هو بني ادم فهو باصص كده اهو، باصص كده اهو، تمام، فانت بتسيب له مساحه قدامه. والموضوع في الاول وفي الاخر بيبقى بليزنج اكتر للعين او مريح اكتر للعين، غير لما انت تيجي تحطه على الحرف خالص كده ويبقى مقطوع، او تطلعه فوق او تحطه في النص ويبقى كده بتعمل حاجه اسمها سيمتري او السيمتريه، وده شيء مش بيبقى لطيف في كل الحالات يعني طبعا. وزي ما اتعلمنا ان القاعده ليها شواذ، وان انت ممكن تطلع عنها بس بعد ما تكون عارف انت بتحاول تعمل ايه. نمر 4 عندنا هو الهورايزن او خط الافق. ايه خط الافق ده؟ مثال بسيط برضو، لو انا بصور صورة لغروب او على البحر، تمام، خط الافق دي اخر حاجة بنشوفها في المية، البحر كده بينتهي عند خط كده، ده خط الافق. طيب لما اجي اصور اي صورة يا جماعة، خط الافق ده لازم يفضل ثابت، تمام، انا ما ينفعش اميله كده او اميله كده، لازم يبقى ثابت. ده حاجة بتريح العين، دي حاجة مظبوطة عشان التكوين بتاعك والصورة تكون مظبوطة. فلما اجي اصور بحر بلاش الروشانة ان انا اقلب الصورة كده واقلب الصورة كده وكده هتبقى حلوة، لا، ما الكلام ده مش صح ومش مظبوط. وقيس على كده في بقية الصور العادية، انت لو بتصور اي منظر، تمام كده، لازم تكون معدولة. هي مش موجودة في الموبايل بس حتى في الكاميرات عندنا بتبقى في اوبشن كده انت بتفتحها في اللايف فيو بتاعك ويبين لك اسكان انت الميلان عامل ازاي. فانت اي صورة بتصورها لازم تكون نوعا ما معدولة. بص دايما على الباك جراوند، بص للخلفيه، بص الخط الافق بتاعك ايا كان بقى المنظر ايه، تمام كده، وحاول تعدله على قد ما تقدر كده، هيخلي الصوره بتاعتك اوفرول لما حد يتفرج عليها هتبقى مريحه جدا للعين. خدوا بالكم يا جماعه، احنا لما بنشوف حاجه مظبوطه مش بنعلق عليها، بس لما بنشوف حاجه غلط بناخد بالنا منها. دي حاجه كده ذهنيه في المخ بتاعنا، يعني المخ بتاعنا بيتريجر اي حاجه غلط، تمام كده. فلما انا اشوف صوره مايله اول حاجه هاخد بالي منها، بس لو انت عامل الرول دي مطبقها صح هي هتبقى حاجه مريحه، فبالنسبه لي حاجه طبيعيه فمش هعلق عليها، فخد بالكوا برضو منها كويس جدا. نمره 5 البروسبكتيف. كنا اتكلمنا عن البروسبكتيف في الفيديو اللي فات، لازم اطبقه بقى يا جماعه. انا عندي موبايل بتاعي صغير، تمام كده، العادي بتاعنا ان احنا لما نيجي نصور بالكاميرا او بالموبايل بيبقى في مستوى العين بتاعنا، تمام كده، فكل صور بنتفرج عليها بتبقى في نفس المستوى ده، في نفس المستوى ده. فبالنسبه لي الموضوع بعد كده بيبقى ممل. لما اجي اكسر الروتين ده، لما اجي اكسر البروسبكتيف ده، تمام، هتخلي في حاجه انترستنج. زي ما قلت لكم احنا بنشوف حاجه يعني غريبة شوية بتلفت نظرنا، بتاخد عينينا على طول. أنزل في perspective مختلف، أنزل على الأرض، أحاول لو في مبنى عالي أطلع عليه، أي فيو أي لوكيشن أنا بروحه عشان أصور، إذا كان بصور بقى portrait session مثلا أو بصور landscape، بصور أي حاجة، تمام، قبل ما أبتدي أصور أبص حواليا، أبتدي أشوف اللوكيشن، عين الموضوع، عين المكان نفسه، تمام كده، أشوف ممكن أصور فين. لو في زي تله او جبل او هضبه او حاجه اطلع عليها، ام جاي رايح طالع عليها وشايف المنظر من فوق هيبقى عامل ازاي، يمكن مختلف. لو في حاجه اقدر انزل الموبايل مثلا بتاعي ناحيه الارض عشان اخد برسبكتيف تاني، مفيش مشاكل. الكلام ده بيخلي صور انترستنج جدا بجد، بتاخد العين، تمام كده، وبتثير اعجاب الناس. فيعني دي بلس وحاجه لازم تجربوها دايما عشان تطلعوا بره الاعتيادي وبره على الموضوع. لو تاخدوا بالكم هنا، انا نزلت الموبايل بتاعي على الارض، تمام، واخدت برسبكتيف مختلف، خلى الصوره شويه يعني كسرت الروتين فما بقتش ممله، فبقت مقبوله شويه عند الناس، غير لما كنت خدتها من يعني برسبكتيف عادي، ايه المشكله يعني صوره فيها غروب وخلاص. نمره 6 باخد بالي من شويه حاجات كده الناس بتعملها بتستفزني جدا، ان احنا بنعمل زوم بالموبايل. بلاش نعمل زوم بالموبايل بكل بساطه. يعني انا دلوقتي لو بايدي ان انا اتحرك قدام، تمام، ان انا اعمل زوم بنفسي، اتحرك قدام، بلاش تزوم بالموبايل. في حاجه اسمها الديجيتال زوم. الزوم ليه اكتر من نوع، في الاكتشوال او الاوريجينال، انا مش فاكر المسميات، بس في الزوم بتاع الكاميرات، تمام كده، اللي انت بتزوم بالعدسه نفسها انت بعيد عن السنسر، وفي حاجه اسمها الديجيتال زوم، ده بيبقى من الموبايل، تمام. انا مش هدخل في تفاصيل عشان ما ادخلش في تكنيكال ستاف، بس انت لما بتزوم انت بتعمل بتقلل من الكواليتي بتاعه الموبايل، حلو كده، بتاعه الاوفر اول اصلا بيكتشر، اكنك عملت بالظبط كروبنج من الصوره. يعني الزومينج على الموبايلات بتاعتنا انت بتعمل كروب في الصوره، هو ما في حاجه اسمها ديجيتال زوم، هو بس اوهمك ان انت بتقرب، بس هو ما قربش، هو عمل كروبنج للصوره، تمام كده، فبان لك ان هو مقرب فبتبان لك الصوره. عايزين مثال بسيط جدا، جرب تاخد صوره على اعلى زوم وتاخد صوره وانت عامل زوم اوت، تمام كده، وشوف ديفرنت، هتلاقي في ديفرنس في الكواليتي. انت مش هقول لك شوف، هتلاقي في ديفرنس في الكواليتي. فما تعملش زوم، عايز تقرب حاول تقرب، ما عرفتش خلاص اوكي بقى. بس انا بقول لك ان انت لما بتيجي تعمل زوم على الموبايلات بتاعتنا انت بتضحي بالكواليتي بتاعت الصوره بتاعتك، فيعني بلاش نستخدمه اكتر.
طيب الحاجات ديت لو ابتدينا نطبقها ولو ابتدينا ناخد بالنا منها هنطلع صور احسن، هناخد بالنا ان احنا الليفل بتاعنا في الفوتوغرافيا في الموبايل بيزيد، فحاولوا تاخدوا بالكم منها تكونسيدر كده قبل ما تبتدوا تصوروا. تمام، واوعدكم ان انتوا هتطلعوا نتائج احسن. حاجه اخيره عايز اطلبها منكم، يا ريت يا جماعه تحطوا الانستغرام اكونت بتاعتكم تحت، زي ما كنا اتكلمنا ان احنا بنشير الصور بتاعتنا بره على كل البلاتفورمز، فيا ريت تحطوا ايا كان بقى انتوا بلاتفورم بتستخدموا ايه، يا ريت تحطوه تحت في الكومنتس عشان كلنا نتفرج على الارت اللي احنا بنعمله ونشجع بعض. ولو في كومنتس كل واحد يحب يقولها للتاني يا ريت، انا عايز يكون في زي كوميونتي احنا بنساعد فيه بعض عشان نطلع صور احسن في الاخر. يا ريت نعمل لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.